بهيدا الفيديو بدي اشوف كيف فيني اعمل كونفيجريشن انا للوكال سبان، تحديدا انا عندي بي سي ما بده يبعث ترافيك ل R1. بمجرد ما الترافيك طلع عندي على R1 اكيد بدي يبعث دوبليكيت كوبي على another port for simulation purposes. يلي حيصير عندي هون، انا I need to go على البي سيز الموجودين عندي هون. بالاخير في عندي ديفايس اسمه سنيفر يلي هو بيقدر يعمل لي analyzing للترافيك يلي عم بيقطع عندي. السنيفر اللي موجود عندي هون انا I need to connect it على SW1 by using a straight through cable. حاختار البورت يلي هو الجيج ايثرنت 0/2 على الايثرنت 0 يلي موجود عندي هون، وبس تيصير طبعا البورت ريدي انا I can sniff كل الانفورميشن اللي عم تطلع عندي من هالبورت يلي عم بتفوت عندي بقلب السنيفر. حسرع الزمن شوي، حفوت على قلب السنيفر، حروح على جرافيكال يوزر انترفيس، حلاحظ انه قدر يشوف كل هيدا النوع من الترافيك اللي موجودين عندي هون وعم بيأجيني البي دي يو تبع كل وحده منهم. anyway يلي حيصير عندي هلا بالوقت الحالي، بدي انا اعمل دوبليكيشن بشكل انه كل الترافيك اللي بيبعته بي سي 1 بيوصلني كوبي على الجيجا ايثرنت 0/2. فاذا بدي اعمل سويتش بورت انالايزر بقلب الاس دبليو 1، حروح طبعا على الجلوبال كونفيجريشن مود، بعدين بدي اقول له كونف تي، وبمجرد ما فت على الجلوبال كونفيجريشن مود بدي اعمل ماي كونفيجريشن. الكيبورد اللي بدي استعملها اسمها مونيتور. بمجرد ما كتبت كلمه مونيتور حامل كويستشن مارك، حيقول لي بدك تحدد السيشن. I can create many sessions. طبعا بكل واحدة بحدد مين السورس والديستينيشن بشكل انه بيشتغلوا كل واحدة منهم كل session separated عن التاني. حقول له بدي انا monitor، حكتب كلمة session and I need to create session 1. question mark تشوف شو فيني حط. بدك تحدد مين الديستينيشن ومين السورس. بهالحالة انا السورس تبعيتي مطرح ما PC1 is connected it is an interface. فاذا بكتب الكيورد interface، شو اسمه الانترفيس اللي انا عم بستعمله؟ SW1FA0/1. فإذا بكتب كلمة Fast Ethernet 0/1 وبهالحالة بكون أنا حددت مين السورس تبعي. وين الدستينيشن اللي بدك أنت يوصل لك كوبي عليا؟ أنا حارجع أكتب كلمة Monitor، عم بشتغل بالسيشن 1. أما هلأ بدي أكتب Destination كمان Interface ولكن Giga Ethernet 0/2، يعني بعت لي كوبي على الـ 0/2. حقول له Do Right، وخلونا نجرب نحن نعمل شوية Simulation. إذا بيجي هلأ على التوبولوجي الموجودة عندي هون، let's assume PC1 بده يعمل ping على R1. بمجرد ما قرر أنه يعمل ping على R1 لازم يوصل لي duplication على السنيفر. R1 الـ IP تبعيته هي 192.168.1.254 يلي هي الـ gateway تبع الـ gig 0/0. حجرب أعمل ping، حقول ping من PC1 لـ R1 it is successful. حفوت على قلب السنيفر على الـ graphical user interface وبدي برم على الـ ICMP. بين في عندي هون الـ ICMP اللي موجودة هون، حأعمل شوية expansion تقدر شوف أكتر. حأنزل على الـ IP، بين عندي السورس هو 192.168.1.254.1.1، يعني هيدي صارت وقت ما ردلوا الراوتر للـ PC. أما الـ ICMP الأولانية، إذا برجع كمان بنزل، بين عندي السورس كان الـ PC والـ destination كان مين؟ كان هو الراوتر. يعني بمعنى تاني وصلت لي أنا كوبي على السنيفر. حتى اقدر اشوفها بطريقه احلى كمان، حارجع انا امحي البي دي يو الموجوده عندي هون، حروح على السيميليشن، وبقلب السيميليشن مود انا بدي ارجع مشي بينج من بي سي 1 ل R1. خلونا نشوف شو اللي حيصير. حيروح الترافيك على السويتش، السويتش حيعمل دوبليكيشن وحيبعث لي كوبي على R1 وكوبي على السنيفر. واذا برجع بكمل بالسيميليشن حلاحظ انه بس R1 اللي حيرد، لانه السنيفر هون مش حيقدر يرد، هو عباره عن tool only used for analyzing purposes.